بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة احنا إن شاء الله في جولة في قصر الأواني الرياض، حي النهضة، طريق خريس، بجوار أسواق جرير. قصر الأواني ده فرع النهضة، حضراتكم عارفين عاملين خصم من 15% ل 65% بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. احنا في بداية الموسم يعني ان شاء الله، زي ما حضراتكم قلتولي روح صورلنا في قصر الاواني، دي تاني فيديو اعمله في قصر الاواني، هيبقى على مراحل المسلسل يعني، عشان ايه هو حاجات كتيرة جدا وما شاء الله في تخفيضات كويسة جدا. يعني حضراتكم سألتوني كتير على الطاحونة الحديدية، المطاحن الحديدية بصراحة عاملين عليها خصومات، قلت ايه اصورها لكم تستفادوا من الخصم. زي الطاحونة دي من هوم إلك يا 100 جرام، بتطحن 100 جرام، وقت التشغيل 2 دقيقة، الفاصل الزمني 10 دقايق، عاملين عليها تحذيرة، هي نازل عليها خصم كانت بمية، اهي يا جماعة بمية 187 ريال، بقت بكام؟ 149 ريال. اهي عايزين نشوفها لكم هي كام وات، هي بتطحن 100 جرام طبعا يا ميدن شاينا يا جماعه، هي 700 وات، 700 وات الطاحونه دي. عايزه افتحها لكم وهي من جوه، دي الغطا بتاعها وهي بتطحن 100 جرام، اهي شكلها من جوه وتقيله، من هوم إلك، هوم إلك دي تبع السيف. بصراحه نازل عليها عرض كويس، كويس ان هم منزلين عليها عرض اصلا، اهي فرصه ب 149 ريال من 187 ريال، على خصم 20%. الطاحونة دي برضو بتشتغل 10 دقايق والفاصل الزمني 10، بتشتغل دقيقتين والفاصل الزمني 10 دقايق. هي كام وات؟ 310 وات، لا 1600 وات، لا ده انا اللي مش بعرفها، 50 60 هرتز و 1600 وات، كانت بكام؟ ب 379، دلوقتي بكام؟ ب 299 ريال، 299 ريال يا جماعه. وهي بتطحن كام؟ بتطحن 350 جرام وعليها خصم 21%، بصراحه فرصه. هنا الطاحونه دي عملاقه اهي ما شاء الله، اهي ده المشغل بتاع التايمر بتاعها، هي بتطحن 500 جرام يعني نص كيلو، بتطحن 500 جرام. عايز افتحها، ده غطاها اهو، طبعا كل واحده بيبقى معاها المنخل بتاعها اهو، كل واحده هي بتشتغل 5 دقايق والفاصل الزمني 10 دقايق، يعني بتفصلها 10 دقايق باين. اهي شوفوا ما شاء الله عملاقه، اهي شكلها من جوه اهي يا جماعه، وتقيله جدا. هي كام؟ 50 60 هرتز، مش فاكر الوات بتاعها، بيبقى مكتوب في حته كده بس انا ما بشوفش. يا جماعة كانت بكام؟ ب 599، دلوقتي ب 469 ريال، على خصم 21%، هم من هوم إلك تبع السيف برضو، الهوم إلك دي يا جماعة. أي وشوفوا طريقتها حلوة، دي مثبتة يعني عشان ما تتهزش، هي كده كده تقيلة جدا مش هتتهز يعني، ولا تفضل لازقة في مكانها يعني. أي الوط بيبقى مفتوح، هشوفها لكم كم وط. هي ده خلاط رياضي ب 99 ريال، مش عليه خصم. دي الطاحونة دي بقى ما شاء الله عليها خصم
كانت ب 935 دلوقتي ب 745 ريال. دي بتطحن 2 كيلو مع بعض في وقت واحد، يعني حلوه للقهوه العرب. كم 3000 بتطحن دقيقتين و لا كم جواتها 3000 2000 واط 2000 لا استني يا مدام لا عشان مش 3000 3500 واط. ايه ما شاء الله 3500 واط قويه جدا ما شاء الله. هنا دي جهاز التعبئه للتغليف دي ب 199 ريال. ايه يا جماعه دي برضو بتطحن كيلو، دي بتطحن كيلو ودي بتطحن 2 كيلو. كانت ب 699 دلوقتي ب 569 ريال، عليها خصم 20%. ايه جهاز التغليف ده ب 119 ريال، ال 143 ريال عليه خصم 16%. هي دي الطواحين الحديديه يا جماعه. هنا المفارم، المفارم عليها خصم برضو، مفرمة لحم 2200 واط عليها خصم 15% ب 739 ريال. اللي هي دي بس نوعها ايه؟ كل المفارم دي عليها خصمات. دي كنود، الكنود دي ب 725 ريال. لو سمحت الكنود دي مش عليها خصم؟ لا لا مش عليها خصم. هي دي ماركة ايه؟ ماركة ايه؟ ميلونيكس؟ هذه لا ماركة ميلونيكس. ايه ميلونيكس؟ ايوه هذه هم، ودي هم اليك برضو. ايوه 249 ريال من 299 ريال على خصم 16%، وده على خصم 15%. الكنود مش عليها خصم. دي هم اليك برضو ب 209 ب 279 ريال من 329 ريال عليها خصم 15%. السيف دي عليها خصم 18%، كانت ب 537 دلوقتي ب 437، يعني نزل عليها 100 ريال خصم. وهي 3000 واط قويه جدا. عليها خصم ولا معلش؟ الهوم اليك دي ب 419 ريال. دي مفارم كلها، دي خلاطات السيف ب 339 ريال، شكلها مش عليها خاص. في منه الاحمر والرصاصي ده الفضي يعني. ودي الجانو ب 625 ريال. انتوا قارنوا بالاسعار يا جماعه. دي بتاع جهاز اللقيمات ده اهو ب 349 ريال. جهاز اللقيمات الكنود اللي سالوني على الخلاطات الكنود يا جماعه، ده عجان كنود ب 739 ريال. نادي الهوم الك الكنود ده يا جماعه ب 999 ريال، 3 لتر 4 لتر و4 و3 من 10 اهو، ومعاه المش ب 999 ريال اهو، مش عليه خص. ايه شكله الكنود مش عليه خص. ب 999 ريال ب معاه العجان والخلاط. مشكلة فين كرتونته عشان نقرا كام؟ هو 1000 واط 999 ريال اهو على الكرتون، معاه بس العجان والخلاط. قارنوا بين الاسعار يا جماعه، وانتوا الاولى بالفرق يعني. اللي عايز يشتري ده ب 1329 ريال. ده بقى بس ده معاه ايه؟ معاه كبه، معاه خلاط، معاه مفرمه، معاه مطحنه، معاه عصيره برتقال، مع حاجة تانية يعني مش عارفة هي ايه. ب 1579 ريال، و 4 لتر و 3 من 10 و 5 ملحقات و 1000 واط اهو، اللي هو ده نازل عليه خصم 1329، يعني عليه خصم 15% من 1579 ريال. اللي هو ده
اللي هو الكبير ده. في ايه تاني؟ ده ما شاء الله الحاجات كتيره اللي نازله على خصمه. كل دي بقى عجانات منهم الك والسيف اهو، دي اشكال جديده اهي اول مره اشوفها، برضو منهم الك. احسن حاجه في هو قصر الاواني ده منوع، يعني حاجات كتيره كتيره كده مش موجوده في مكان بره يعني. دي عجانات شكلها جديد نزل عليها كلها خصم 299 ريال، عليها خصم 37%. بس الحاجات بتاعته عايزين نقراها نشوفها يعني، وما شاء الله تقيل وبشاشه بشاشه 5 كيلو جرام. ايه ده 5 كيلو جرام ولا هو اللي وزنه 5 كيلو جرام؟ معقول بيطحن؟ الله ده بشفشق بجاك، وجاك ازاز اهو يا جماعه. بدكم فكره بس ايه اللي موجود؟ 299 ريال من 475 ريال، على خصم 37%. اهو في عجانات كتير عليها خصم، ده ب 499 ريال منهم الك 499 ريال اهو، 499 و499 بمشتملاته يعني، خلاط ومفرمة اهو 499 ريال، كله ده 499 ريال بعد الخصم، عليه خصم 21% من 639 ريال اهو. لغاية هنا الخشبي ده بقى ب 579 من 739، عليه خصم 21%. اهو بس كبير ما شاء الله عملاق، 1300 واط و7 لتر، كلهم دول 1300 واط و7 لتر، 1300 واط و7 لتر. ده كام؟ 1000 واط وشكله 5 لتر ده، 1000 واط ما شاء الله. دول برضو حلوين منهم الك، هم الك تبع السيف يا جماعه، كله ده تبع السيف، 329 من 439، عليه خصم 25%. اهو نشوفكم ان شاء الله في جولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.